السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير بمتابعين. اليوم احنا في مشروع ضخم، مشروع فيه بنايات كثيرة جدا، وفي شقق مختلفة المساحات من غرفة وصالة وغرفتين وصالة ثلاثة وصالة مختلفة المساحات. حاليا احنا في البناية هذه، بجوار البناية هذه بنصور لكم شقة غرفة وصالة بمساحة 90 متر مربع، يعني مساحة كبيرة تعتبر في شقة غرفة وصالة. الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما تشايفين عندنا الجلسات العائلية، بالإضافة إلى حاطين مكان للباربيكيو، والجامع أيضا مقابلنا، يعني مجمع مخدوم. بالإضافة إلى تحت المنطقة اللي حاليا متواجدين فيها في مواقف مغلقة، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة وبوابة إلكترونية، وأيضا صالة فتنس خلف المجمع أو خلف البناية هذه، في صالة فتنس ومسبح مغلق. المجمع الميزة اللي موجودة فيها أنها مزودة بالغاز الطبيعي، يعني منطقة بريتلي زي ما احنا شايفين المواسير الصفرة هذه تمديدات الغاز الطبيعي. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة هذه. وصلنا الدور الأول، أول ما طلع من المصعد جينا عند بوابة الشقة. زي ما تشايفين تمديدات الغاز الطبيعي واصلة لكل شقة، وزي ما تشايفين أيضا عندنا الهول هذا أو الممر هذا، في عندنا شقة هنا بجوارها، وعندنا الواجهة الأمامية اللي من طرف الهول مطلع على الجامع. ندخل الشقة. أول ما ندخل على الصالة، شقة غرفة وصالة بمساحة 90 متر مربع. زي ما تشايفين مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. والصالة أيضا مفتوحة على المطبخ، يعني نظام الصالة والمطبخ نظام أمريكي، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة. عندنا هنا مدخل الشقة. بجوار الصالة عندنا غرفة، الغرفة هذه نقدر نخليها كغرفة نوم. شوف المساحة تقريبا 5 أمتار في 4، مساحة غرفة النوم مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا، والأرضيات كلها باركيه، وإطلالة غرفة النوم عندنا إطلالة من الجنب على المجمع والحديقة الخارجية. شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. مقابل غرفة النوم أنتم بكرامة في حمام، حمام وحيد. الحمام هذا فيه مروش، وعندنا الكلوزيت والمغسلة، عندنا مكان للغسالة، يعني حتى مساحة دورة المياه مساحتها كبيرة، يعني يعتبر 90 متر مربع كشقة شيء جميل. شقة غرفة وصالة في الدور الأول بمساحة 90 متر مربع، يعني أغلبية الشقق الغرفة والصالة دائما يكونوا في السبعينات في الحدود هذه، وإطلالة الهول أيضا إطلالة على البحر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.